يهدف مكتب البعثات الدراسية الذي تأسس سنة 1999 بإشراف ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة إلى اختيار نخبة الطلبة الإماراتيين المتميزين في مسيرتهم الدراسية وإفادهم في بعثات دراسية إلى الجامعات المحلية والعالمية المرموقة من أجل التخصص في شتى المجالات التي تلبي احتياجات التنمية في الدولة ورفدها بكوادر مواطنة وجيل مؤهل وفق أرفع المستويات العلمية لمواصلة مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشرف مكتب البعثات الدراسية على إدارة بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علميا وبرنامج المنح الدراسية داخل الدولة. التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للمكتب www.sco.ae خلال مواعيد التقديم المعتمدة.